قتل 12 شخصا من العمال المهاجرين إثر اندلاع حريق في مستودع أحد الأسواق جنوب موسكو. العمال كانوا يقيمون في مكان الحادث، فوجئوا بالحريق الذي اندلع في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، ولم يكن لديهم منفذ على الطريق، وبالتالي حاصرتهم النيران. يعمل عشرات الآلاف من رعايا الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى في ورش وأسواق في موسكو، ويعيشون في معظم الأحيان في ظروف صعبة للغاية.